فضيلة الشيخ، حمل سقط قبل وقته، هل تنتهي به العدة علما أنه لم يسقط في وقته؟ وسواء كان سبب سقطه سبب خارجي أو بدون سبب. يقول علماء السقط إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان فإنه تنتهي به العدة، ويكون الدم فيه دم نفاس. وأما إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا عبرة به، لا تنقضي به العدة، وليس الدم الذي حصل على المرأة دم نفاس. ولو تعمدت المرأة سقطت، لا يحل لها أن تتعمد إسقاطه بعد أن تبين فيه خلق الإنسان. الإسقاط يجوز إذا كان في الأربعين الأولى، على رأي بعض العلماء. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز حتى في الأربعين الأولى، وأما بعد أن تبين فيه خلق الإنسان فلا يجوز لها إسقاط. اللهم إلا لو تبين أن هذا الجنين فيه آفة كتشويه لا يحتمل، ورأى الأطباء أن ينزل فلا بأس.